طيب خليني برضو يا فندم، يعني على الرغم الانجاز الكبير اللي هم حققوه ده، لكن في ناس بتتكلم عن ضعف ربما الـ الامكانيات، او يعني اللي بيقدم ليهم ماديا او الدعم المادي اللي بيحصلوا عليه علشان خاطر يهتموا بشكل اكبر بالرياضات بتاعتهم دي. يمكن على سبيل المثال من شويه كان معانا دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، اتكلم عن ده ان الميزانيه بتاعتهم ضعيفه جدا، على الرغم من ده هم محققين تمثيل مشرف وانجاز كبير جدا. ازاي نقدر نعالج ده ونبدا نهتم برياضات وأنواع أخرى من الرياضات، وخصوصا لو الرياضات دي قائمين عليها ناس بتشتغل بجد وبتنجز بجد وبتجيب لنا بطول، يعني بتحقق شيء مشرف في الخارج لما بتشارك في بطولات؟ هو طبعا الوزير هو المسؤول التنفيذي، خدت بالك؟ احنا جهة تشريعية وجهة رقابية، لكن من المنظور الرياضي ان طبعا زي ما حضرتك بتقولي ان الرياضة دلوقتي فلوس، والرياضة إمكانيات، تمام، والرياضه تركيز، واكيد الميزانيات المرصوده للاتحادات ضعيفه جدا. ودلوقتي احنا في مرحله مطلوب من الاتحادات ان تنمي مواردها. تنمي مواردها بافكار تسويقيه والبحث عن موارد اضافيه لهذه الالعاب، لان الدوله لن تستطيع انها تقوم بالصرف على هذه الالعاب بالشكل اللي يجب. يعني احنا عارفين النهارده الميداليه الاولمبيه بتتكلم بال 10 مليون دولار عشان تعملي بطل اولمبي، وقد لا يؤتي ذلك بثمار. فطبعا الدوله مصر مش هتقدر في الظروف دي ابدا لا تجاري ذلك، لكن طبعا المواهب اللي موجوده، التركيز، الرغبه في النجاح، الكلام ده خلانا نحقق هذه النتائج. لكن طبعا قانون الاستثمار اتاح الاستثمار في الرياضه، واكيد شكل الرياضه في مصر هتتغير، وهتتواجد الانديه المتخصصه في اللعبه الواحده، وهيتواجد التركيز على جعل الرياضه صناعه. ومش هتكون في كره القدم فقط، لا هتكون في كل الرياضات، لان هو ده الطريق الرئيسي. طبعا في دلوقتي حاجه اسمها صندوق التمويل الاهلي اللي اتعمل، اللي راس ماله مليار، هيبقى 2 مليار، بحيث ان ده هيتحط بيشارك فيه بنوك وهيئات اقتصاديه، ما هيكون موجود في البنوك، وفائدته هتتصرف على الناس الواعدين في الرياضه، فده طبعا هيفتح افاق كبيره جدا، وهيضاعف الصرف على الرياضه اضعاف مضاعفه. تمام. ده كلام، ودي خطوه ايجابيه جميله جدا يعني اتعملت. صندوق التمويل الاهلي الرياضي ده اللي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ده، واللي هو اتجمع دلوقتي فيه مليار، ده خطوه ايجابيه جامده جدا هتعمل طفره في الالعاب الرياضيه.